معك بهالصباع ارحبا 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 خيي هلا هلا مرحبا عساك بخير يجعلك بخير خير اكو هذا من تعرفه ما له بعرف فلاح العريدي انا اخوي العبيد العريد هم نعم نعم هاي كيفي هاي خبري وش تقول اللي بنطيع يا من انت انا وياك على مريخ اليوم تعرف تعرف تطوي تعرف تطوي انت حول عشرك طيب خير والله ما تفل انت والله والله عشرك طيب تخبر يا مريخ وياك على الدليل على مريخ تنكر ولا لا انت قاعد الوجه شو ما هات ساجر ما شاء الله يوم تجيب الحزمه تقول اديني بخوخك يا فلان لا تخليني ما على الملانويه خير بس انا وجهتك لك الزمان عند اغلى انت مكروه مكروه عدقتك القداك عندي لا والله يطلق حارب على خويي ما على لا 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 والله ما لقي عندك حتى القهوه حتى القهوه انا بروح للعريح اللي حاج من عريح اي حسن لا والله بجيب لي برشي لغني ما عنده برشي علمني معك خلال أبو خالد وش انصحك ما انت ملك يوم جيتك عند غنمك بيشك الحين قوي ما جيب أنا معجبتك حية ذاك الحين مقشرتك اللهم عارفك يا فلاح ها؟ اني ما بعارفك لا ما انت بعارفني حتى انا لو اني ما جيك في الشارع ما عرفتك اتصدر اي والله يا الله والله انا اتجنبك اتمنى معكم الخلفاء شيء أنا وياك رحنا ما عاد لنا غنم ما راح أبوه أخبر أشوف مهم عندك لا راحت بعتها في ذمتك أي والله والله ما قعد إلا ركراك غنم أنك قعدت وليت أنا إيش أنا إيش يلا ناس ما تقعد أقول ما عاد أقوم أول ما يقوم قعصومك أنا ابن خدي أنت قعصومك الأول ولا جيت لا الحين حبي أنا مهلك حبي ها إيش عليه يوم قمت من ساعة تقول له إي وخلي يا مراحل انت مجنون كم سنين له بس انا عاجبك على خلو الله خلو لا 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 ما قهوة اسمع علمني العليف جبت بجيب برشي رغم ما عندها عشاء تقول ما عندي غنم على راسك تخمك ما عندك خروف خساره لا ما عندك خلوك. والله ما عندي لك شانتلي ما غيرت لي يجي في ذمتك تراك والله ما والله ما عندي الا خروف اي اكوتر اسمع والله ما عندي الا خروف شريف من عيال وهيا حتى المهم من غنمي ها خابري هر